عشان نطمن على احمد قطب بشكل اكبر، ناخده على الهاتف. يا احمد مساء الفل عليك. الو ألو، السلام عليكم. احمد، مساء الفل عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه، اخبارك ايه، كله تمام؟ تمام الحمد لله، ازي حضرتك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. عايزين نطمن عليك ونطمن كل جمهور النادي الاهلي اخر تطورات الاصابه ومراحل التاهليه الخاصه بك يا احمد، وامتى ان شاء الله تقدر تعود للتدريبات مع الفريق؟ والله الحمد لله، يعني دلوقتي بعمل تأهيل مع دكتور علاء شاكر، أستاذ علاء شاكر، والحمد لله يعني الدنيا ماشية تمام وبخير. وطبعا بتابع مع الدكتور يحيى عبد العزيز، وإن شاء الله بإذن الله يعني قدامي لسه 5 شهور أو 6 شهور بالكتير أوي. تمام، الإصابة كانت بقالها قد إيه بالظبط يا أحمد؟ هو الإصابة في بطولة أفريقيا اللي فاتت شهر 3. المدة يمكن طويلة شوية، يعني ده عشان تجنبا لتجدد الإصابة، إن أنت بتاخد فترة طويلة وبتاخد راحتك في العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص بإصابة كمان قوية زي إصابة الرباط الصليبي. هي كانت رباط صليبي ورباط داخلي، وكان في قطع بسيط قوي في الغضروف، وطبعا عملت عملية بعد ما اتصبت بأسبوعين، وعملت العملية مع دكتور أحمد عبد العزيز، وطبعا هو قال لي ما يعني الإصابة دي عشان كذا عملية مع بعض، فإن شاء الله تنزل بعد 9 شهور. طيب ده شيء جيد ان شاء الله، نتمنى لك كل الشفاء يا احمد. انت احد اللاعبين المهمين جدا، واديت مباراه كبيره جدا، او اديت بطوله بالتحديد كبيره جدا، البطوله الافريقيه. لكن عايزين نتكلم عن الحمد لله. شكل شكل المنافسه او المنافسات المختلفه اللي هيخوضها النادي الاهلي في الموسم الجديد. من وجهه نظرك شايف المنافسات هيكون شكلها عامل ازاي؟ هو طبعا ان شاء الله الموسم الجديد هيبقى فيه بطولات زياده ان شاء الله، بس هو لسه ما نعرفش مواعيدها وما نعرفش التأكيد يعني امتى بالظبط تتلعب، غير طبعا البطولات الاساسيه اللي هي الدوري والكاس وافريقيا والبطوله العربيه. وان شاء الله برضه هنعمل اللي علينا، والفرقه كلها تعمل اللي عليها، ونكسب ان شاء الله ونفوز برضه بال4 بطولات طيب السنه اللي فاتت كده باذن الله ان شاء الله. طب الموسم ده فرق كتير جدا دعمت صفوفها بصفقات كبيره ولاعبين جيدين، من وجهه نظرك شايف مين اكتر فريق ممكن يكون منافس للنادي الاهلي السنه دي في الناحيه المحليه بالتحديد؟ هو طبعا الفرق كلها بنحترمها، وكل الفرق بتبقى منافسه، الزمالك، الجيش، سموحه، الفرق كلها يعني بتنافس معانا، وبس ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونقدر تمام نغلب ان شاء الله باذن الله ونرجع بطولات الاهلي.